السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الجاميتو جينيسيس. من الاسم كده والعنوان، كلمة جينيسيس معناها عملية تكوين، فأنا عندي هنا جاميتو جينيسيس هتبقى عملية تكوين الأمشاج. مثلا زي ما هنقول كمان شوية سبرماتو جينيسيس، دي عملية تكوين السبيرمز اللي هي الحيوانات المنوية. أوو جينيسيس عملية تكوين الأوفم اللي هي البويضات. مثلا حاجة تانية ستيرويدو جينيسيس، دي عملية تكوين الستيرويد، وهكذا. يبقى كلمة جينيسيس دي معناها فورميشن، معناها تكوين، تمام؟ طيب يعني ايه بقى كلمة جاميتو جينيسيس؟ دي البروسيس اوف فورميشن اوف ماتيور فانكشنينج جاميت. انا عندي منها نوعين، السبرماتو جينيسيس ودي الفورميشن اوف سبيرم، وعندي الاوو جينيسيس فورميشن اوف اوفا. اللي بيحصل فيها انا بقلل عدد الكروموزومز للنص. يعني انا دلوقتي عندي الخلية الاولية بيبقى فيها 46 كروموزوم، انا في اخر خالص الجاميتوجينيسيس دي بطلع خلايا فيها النص اللي هي 23 كروموزوم. طيب ايه الجنرال بلان اللي انا همشي عليها سواء في السبرماتوجينيسيس او في الاوجينيسيس؟ اول حاجة بيحصل لي proliferation للبريميتيف جيرم سيل اللي عندي، بيبقى عندي كده خلية أولية دي اللي هيبدأ يحصل لها proliferation بي repeated mitotic division، بانقسام ميتوزي. وبعد كده الخلايا اللي طلعت دي هيحصل لها ايه؟ growth، هتكبر. وبعد كده الخلايا اللي كبرت دي بيحصل لها maturation بالميوتيك division، الانقسام الميوزي، تمام؟ يبقى انا عندي نوعين من انواع السيل ديفيجن، انا عندي ميتوزس ودي انا عندي الخلايا بتتقسم لخلايا فيها نفس عدد الكروموزومز، انما الميوزس لا، انا عندي الخلية بتتقسم لخلايا فيها نص عدد الكروموزومز، تمام؟ هنتكلم في الفيديو ده ان شاء الله عن عملية السبرماتو جينيسيس. يعني ايه سبرماتوجينيسيس؟ دي البروسيس اللي بيها كومبليت موتايل سبرماتوزا ار برودوسد فروم برايمورديال ميل جيرم سيل. يبقى انا النهايه اللي انا عايزاها من عمليه السبرماتوجينيسيس ان انا يكون عندي سبرماتوزا او سبيرم وموتايل وزي الفل. طيب احنا قلنا بتطلع منين؟ من primordial male germ cell، اسمها ايه؟ اسمها السبرماتوجونيا. يبقى دي الخلية الام اللي موجودة في الميل، اسمها سبرماتوجونيا. طيب عملية السبرماتوجينيسيس دي بيبقى فيها different stage، اللي بيها السبرماتوجونيا اللي في السبرماتوجونيا اللي هي في الاول خالص اللي هي الخلية الام دي بتتحول لسبيرمز اللي هي اخر خطوة انا عايزاها. طيب السبرماتوجينيسيس دي بتبدأ امتى؟ دي بتبدأ عند البيوبرتي. اشمعنى عند البيوبرتي؟ لان ده بيبقى رد فعل نتيجة للستيميوليتنج فاكتور اللي بيطلع، اللي هو هرمون ال FSH، الفوليكولر ستيميوليتنج هرمون، اللي بيخرج من البيتويتري يروح نازل على التستس عامل لي ستيميوليشن للسبرماتوجينيسيس. عمليه السبرماتوجينيسيس دي بتفضل شغاله لحد اولد ايج. يبقى سؤال، هل السبرماتوجينيسيس بتحصل في الاطفال؟ نو no. لكن ممكن تحصل في شخص كبير مثلا 50 60 سنه، تمام؟ اعرفوا الاختلافات دي علشان اللي هيبقى فيه فرق واضح ما بين الميل والفيميل. طيب السبرماتوجينيسيس دي بتقعد قد ايه؟ بتاخد لها من 60 ل 64 يوم. ونخلي بالنا ان عمليه السبرماتوجينيسيس دي عمليه كونتينيوس شغاله على طول. بتحصل فين بقى؟ بتحصل في السيمينيفيروس تيوبولز اوف تيستس. انا عندي هنا دي التيستس، اخدت منها مقطع كده صغير وكبرته، خدت منها تيوبيول واحدة اللي هي السيمينيفيروس تيوبيول. انا عندي التست دي بتبقى مكونة من نيوميروس تيوبيول رفيعة ملفوفة على بعض جامد زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده اخدت المقطع ده من السيمينيفيروس تيوبيول، لقيت ايه؟ لقيت عندي خلايا اهي، اولهم طبعا من فوق خالص هي السبرماتوجونيوم اللي بعد كده بيحصل لها جروث بقى وماتوريشن، وفي الاخر خالص بتتحول لي لسبرم. انا عندي في الاول هنا هتبقى السبرماتوجونيوم، والخطوط الصفراء اللي هي الديول دي عامله اللي هي ايه؟ السبرم.
تمام. تعالوا بقى نشوف خطوات عملية الاسبرماتوجينيسيس. انا عندي تو ستيجز كبار. اول حاجة اللي هي الاسبرموسايتوجينيسيس اللي هي بتحصل من اول البداية لحد الخطوة هنا لحد الاسبرماتيد دي اسمها الاسبرموسايتوجينيسيس. سايتو يعني سيل خلية. اتسمت اسبرموسايتوجينيسيس علشان انا هنا بتعامل مع خلايا. والمرحلة الثانية دي اللي اسمها سبيرميوجينيسيس. سبيرميو يعني انا بتعامل مع سبيرم. طيب خلينا نشوف اول مرحلة اللي هي الكبيرة دي بتتقسم لايه. عندي فيها 3 ستيجز. اول حاجة ستيج اوف بروليفريشن. انا عندي الاسبرماتوجونيوم دي اللي هي الخلية الام اللي هي 2N اللي هي فيها 44 XY كروموزوم او 46 كروموزوم. بتتقسم بالميتوزس فبتكون لي ايه؟ بتكون لي 2 شبهها بالظبط. 2 دوتر سبرماتوجونيا كل واحدة برضو فيها 23 بير اوف كروموزوم او فيها 46 كروموزوم او 44 اكس واي كروموزوم. طيب تاني خطوة مرحلة الجروث. ان الدوتر سبرماتوجونيا اللي طلعت دي بتكبر علشان تكون لي البرايمري سبرماتوسايت. وكذلك هي ديت هنا ايه، انا عندي الخليه زي ما هي اللي هي الدوتر سبرماتوجونيا بس كبرت شويه يعني فيها نفس عدد الكروموزومز اللي هي 46، ودي تعتبر اكبر جيرم سيل في السيمينيفيروس تيوبيول اوف تيستس. يبقى ام سي كيو، ذا لارجست جيرم سيل ان ذا سيمينيفيروس تيوبيولز اوف تيستس از البرايمري سبرماتوسايت. طيب بعد كده بقى بتحصل لي مرحلة الماتوريشن، بتعدي فيها 2 ستيبس. اول حاجة الفيرست مايوزز. انا عندي البرايمري سبرماتوسايت بتتقسم بالمايوزز علشان تكون لي 2 سكندري سبرماتوسايت. طبعا المايوزز دوت الخلايا فيه اللي بتطلع بيبقى فيها نص عدد الكروموزوم، فبتطلع لي واحدة 22 اكس و22 واي. طيب بعد كده بيحصل ايه؟ السكند مايوزس. طبعا السكند مايوزس زي ما احنا فاكرين من ثانوي ان هو كان بيبقى شبه الميتوزس، فبيديني برضو خليتين فيهم نفس العدد بتاع الكروموزومز اللي موجود في السكندري سبرماتوسايت. تمام بيكون لي ايه بقى؟ حاجة اسمها السبرماتيد. سبرماتيد كل واحد فيهم فيه 23 كروموزوم. تمام نشوف بقى السبرميوجينيسيس اللي بيحصل فيها. انا عندي السبرماتيد اللي طلعت من السبرموسايتوجينيسيس بتغير شكلها لموتايل سبرم. يعني انا دلوقتي السبرميوجينيسيس هي مجرد تغيير في الشكل، ما بيحصلش فيها اي ديفيجن. اللي بيحصل بقى بيجي النيوكليوس دي بيحصل لها كوندنسيشن انتو اوفويد كروماتين علشان تكون لي الهيد اوف سبيرم. بعد كده الجولجي ابيريتوس دوت بيحصل له اجريجيشن في السوبرا نيوكليار اريا فيكون لي بيج اكروزومال فيزيكال، وبعد كده بيتحول لي اكروزومال كاب بيغطي لي الانتيريور هاف اوف الهيد. فايدة الاكروزوم دوت ايه؟ ان هو بيطلع لي الانزيم بعد كده اللي هتسهل لي البنتريشن اوف الاوفن. بعد كده انا عندي البوستيرور سنتريول بتيجي تمسك هنا في الهيد من هنا، وبعد كده الاكزيال فيلامنت بيبدا منها، والميتوكوندريا بتيجي تتجمع لي في الميدل بيس حوالين الاكزيال فيلامنت، والسيتوبلازم معظمه بيقع او جزء منه بيقع زي ما احنا شايفين. تمام طيب اخر حاجه كده وصلنا لها ايه؟ هو السبيرم دوت الشكل بتاعه النهائي. طوله بيبقى حوالي 60 مايكرون. عبارة عن ايه؟ عبارة عن هيد ونك وبادي وتيل. الهيد دوت بيبقى فيه النيوكليوس ودي بتحتوي على الدي ان ايه، والاكروزوم ده اللي بيطلع لي الانزيم اللي هتسهل البنتريشن اوف اوفن. عندي النك ودي اللي بتبقى موجودة بعد الهيد وبتحتوي على السنتريول، والبادي دوت الميدل بيس دي اللي فيها ايه؟ الميتوكوندريا. فايدة الجزء ده ايه؟ ان الميتوكوندريا دي بتديني الانرجي
اللي هتبقى مسؤوله عن الموتاليتي بتاع السبيرم. بعد كده التيل وده الاند بيس، وديت بيبقى فيها الاكزيال فيلمنت، وديت برضك اللي مسؤوله عن حركه السبيرم نتيجه الانرجي اللي جايه من الميتوكوندريا. تمام، تعالوا بقى نقول كلمتين على السيمينال فلويد ونختم بيها. دي عبارة عن two main components. عندي السبرماتوزة، دي السبرم اللي بتنتج بيه التستس، وبتبقى حوالي 200 لـ400 مليون في كل مرة. تاني مكون اساسي هو الفلويد سيكريشن. بيطلع منين الفلويد سيكريشن دي؟ بتطلع من الاكسسوري ساكس جلاند اللي احنا قلناها، السيمينال فيزيكلز والبروستيت والبالبيوريثرال جلاند. طيب طبعا كلنا عارفين التحليل بتاع السائل المنوي او السيمينال فلويد بيبقى فيه حاجات كده معينه، تعالوا نعرف النورمال بتاعها. الكالر بتبقى جريش، الاودر بتبقى اوفنسيف، البي اتش بقى بيبقى الكالين، يعني البي اتش بتاعته عاليه. ليه؟ علشان يتغلب على الاسيديتي بتاع الفاجينال ديستشارج. انا عندي الفاجينا البي اتش بتاعتها قليله اسيد، فربنا خلق البي اتش بتاع السيمينال فلويد ده بيبقى الكالين علشان يتغلب على الاسيديتي بتاع الفاجينا. طيب ايه اللي بيحصل بقى في عملية الاجاكيوليشن؟ انا عندي السبرماتوزة دي بتعدي من الدكت اوف ابيديدمس، تروح على الفاز ديفرنس، بعد كده تروح على الاجاكيولاتوري دكت، واخر حاجة تروح راحة على اليوريثرا ومنها لبرة. السبرم دي بتفضل عايشة فيابل، يعني قادرة ان هي تفرتلايز الاوفا لحد يومين بس بعد الاجاكيوليشن. واضح؟ طيب تعالوا نشوف كده شوية abnormalities في التحليل بتاع عينة السيمين دي. ممكن يطلع ان في abnormal form of sperm، ممكن تبقى dwarf اللي هي قصيرين خالص، bicephalic ليها راسين، كل ده ممكن يبقى موجود في السيمين، بس طبيعي ما يعدوش 10% من التوتال كاونت. تاني حاجة النيكرو سبيرميا، نيكرو جاي من نيكروزز يعني حاجة ميتة، يعني dead sperm في العينة. طيب اوليكوسبيرميا، ان انا لقيت السبرم عددهم قليلين. ازوسبيرميا، ازو ديت جايه من يعني زي كلمه ابسنس، فازوسبيرميا انا مش لاقيه سبرم خالص في عينه السيمن. تمام، انا كده خلصت، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.